الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وعافنا فيمن عافيت، واصرف عنا وقنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت، ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك. أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت القوي ونحن الضعفاء إليك، أنت العزيز ونحن الأذلاء إليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا وأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة،
إنك سميع الدعاء. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك الغنيمة من كل بر، ونسألك السلامة من كل إثم، ونسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم وسع لنا في قبورنا واجعلها روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم ثبتنا عند السؤال وألهمنا حسن الجواب، واجعل مرورنا على الصراط مرور الكرام، ولا تجعل مرورنا عليه مرورا لئام. اللهم كما آمنا بنبيك ولم نره، فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلة. اللهم أوردنا حوضه، واحشرنا تحت لوائه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا ظمأ بعدها يا رب العالمين. اللهم إنك وعدت قارئ القرآن وقلت له اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك بآخر آية تقرأها. اللهم اجعل منزلتنا الفردوس الأعلى في أعلى عليين، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اختم لنا بخاتمة الصالحين، ولا تجعلنا من عبادك الزائغين المفتونين. اللهم يا ملاذ العاوذين، ويا جار المستجيرين، أجرنا من حر النار، وأجرنا من لفح النار، وأجرنا من عذاب النار، وأجرنا من سقيا النار، وأجرنا من طعام أهل النار، وأجرنا من عمل أهل النار، وأعذنا من النار وأهل النار. يا حنان يا منان يا رب العالمين. اللهم أذهب عنا الهموم وارفع عنا الغموم. اللهم أذهب عنا الهموم وارفع عنا الغموم، وأنزل علينا السكينة والسلام، وأنزل على قلوبنا السكينة والسلام يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من قهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من قهر الرجال. اللهم اقض عنا ديوننا. اللهم اقض عنا ديونك يا كريم، واقض عنا ديون عبادك يا عظيم. اللهم سدد عنا ديننا، وتول جميع أمرنا، وكلنا في الأمور كلها يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد أولادنا وبناتنا لكل ما تحبه وترضاه. اللهم واجعلهم بنين صالحين وبنات صالحات. اللهم جنبنا وإياهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظنا فيهم واحفظهم فينا. اللهم لا تفتنا بهم ولا تفتنهم بنا، واجعلهم لنا قرة أعين يا رب العالمين. اللهم وفقنا وإياهم لحفظ القرآن والعمل بسنة النبي العدنان، يا حنان يا منان، يا من جبروتك تحنان ورضاؤك رضوان وكتابك القرآن. فلتجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء غمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم احفظنا بالقرآن قائمين، واحفظنا بالقرآن قاعدين، واحفظنا بالقرآن نائمين، واحفظنا بالقرآن في صحونا يا رب العالمين. اللهم احفظنا بالقرآن في كل الأحوال، ونعوذ بك من أهل الأحوال يا رب العالمين. اللهم ببركة هذا المقام الطاهر الشريف، وببركة هذه الحضرة المباركة، اغفر لنا ذنوبنا دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، قديمها وحديثها، سرها وعلانيتها. اللهم اغفر الصغائر واغفر الكبائر، وتجاوز عن أخطائنا وعن سيئاتنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا مغفرة واسعة تشمل جميع الذنوب، وتستر جميع الكروب، وتفرج جميع الكروب، يا علام الغيوب، يا أرحم الراحمين. اللهم استرنا بين عبادك، واسترنا في هذه الدنيا ولا تفضحنا، واسترنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم بلغنا ليلة القدر آمنين، واغفر لنا فيها أجمعين، وهب المسيئين فيها للمحسنين، وتقبل فيها دعاءنا وشفاعتنا يا رب العالمين، لنا ولمن شفعنا فيهم يا أرحم الراحمين.
واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن جنابك لا تحرمنا ومن رحمتك لا تطردنا واجعل لنا نصيبا وافرا يوم القيامة في الغفران وأدخلنا الجنة من باب الريان وشفع فينا الصلاة والصيام والقيام. اللهم تقبل على التفصيل والإجمال صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصومنا وصدقتنا وزكاتنا وتقبل بالصالحات الطيبات أعمالنا ونقها من السمعة والرياء والنفاق والتسميع يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أعدل العادلين. تنزل علينا في هذا الشهر الكريم بالقبول والجواز واجعلنا من عبادك السعداء الفائزين في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم بارك في هذا الحضور اللهم بارك في أهل هذا الجمع والحضور واجعلهم من أهل السرور والحبور يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. اللهم كثر جمعنا اللهم كثر جمعنا ولا تفرق أمرنا وتقبل سعينا وتقبل سعينا يا أكرم الأكرمين. اللهم إن لكل واحد منا حاجة فاقض له حاجته وأنت أعلم بحاجته ولكل واحد منا سؤلا فاقض له سؤله وأنت أعلم بسؤله. اللهم إن لكل واحد منا طلبة فاقض له طلبته وأنت أعلم بطلبته. اللهم إن علمك بحالنا يغنيك عن سؤالنا فعاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لا تعاملنا بعدلك وعاملنا بفضلك اللهم لا تعاملنا بعدلك وعاملنا بفضلك وتجاوز عنا يا كريم يا أكرم الأكرمين. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله